بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله الفراخ المدخنة. عندنا وراك فراخ وممكن نستخدم صدور او وراك وصدور مع بعض، وعندنا حلة على نار عالية فيها مية ومعلقة كبيرة خل وثلاث او اربع ورقات لورا، وهنضيف الملح ويكون زيادة شوية، ورشة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة جنزبيل مطحون، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، وثلاث فصوص ثوم مفرومين، وهنغطي المياه وهنسيبها لحد ما تغلي معانا. ولما المياه تغلي معانا هنحط الفراخ، وبعد ما نحط الفراخ والمياه تبدأ تغلي معانا تاني هنغطي الحلة ونهدي النار شوية وهنسيبها حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة. بعد كده هنشيل الفراخ من المياه اللي سلقناها فيها ونحطها على شبكة سلك أو في مصفى لحد ما تبرد تماما وتتهوى معانا كويس. وبعد ما الفراخ تبرد معانا هنجهز طاسة أو صينية وهنحط فيها ورقة فويل، ويفضل تكون ورقة الفويل طبقتين. بعد كده هنجهز خلطة التدخين اللي بتكون بديلة للتدخين بالخشب وبتدي نفس الطعم في النهاية. هنحط على الفويل معلقتين كبار دقيق ومعلقة كبيرة سكر ومعلقتين كبار شاي، يفضل يكون شاي أخضر، وهنقلب كل الحاجات اللي حطيناها مع بعضها. وهنوزعها كويس في الصينية، وهنحط الصينية أو الطاسة على النار لحد ما تبدأ الخلطة اللي احنا عملناها تعمل معانا الدخان. ولحد ما الدخان يتعمل معانا هنرش على الفراخ رشة ملح، وهنرش الملح على الناحيتين. بعد كده هنحط الشبكة اللي عليها الفراخ فوق الصينية، ونخلي بالنا ان الشبكة لازم تكون بعيدة شوية علشان الفراخ ما تتحرقش. وهنغطي الصينية بالفويل بحيث يكون الفويل متهوي من فوق مش لازق فوق الفراخ، وهنهدي النار شوية وهنسيبها تتدخن حوالي ربع ساعة. وبعد الربع ساعة بنشيل الفويل من على الفراخ، وبتكون الفراخ خلاص اتدخنت معانا وخدت لون وطعم التدخين، وخلاص كده بقت جاهزة معانا. ممكن بس نضيف في الآخر رشة ملح وفلفل وأي بهارات احنا عايزينها. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو القادم.